اليوم هل تعتقد أنه فما تطور في موقف الرئيس قيس سعيد اللي هو يمثل الدولة التونسية في علاقة بالملف الليبي؟ جدل كبير صار حول هذا الموضوع، حتى البعض ربط بين ما صار معه والحادثة وقلة الأدب بين ظفرين في التعامل وفي الحوار مع رئيس الجمهورية، فما شكون يفسرها بخلفيات سياسية كرد فعل على موقف قيس سعيد من الملف الليبي؟ إذا كان هي صحيحة فهي خيبة المصعب ياسر، معناها إذا كان وصلنا المنطق أنه إذا كان تختلف مع رئيس الجمهورية في تقدير موقف سياسي تبعث له واحد باش يسمعوا الكلام، وصلنا مستوى هابط ياسر معناها في الموضوع هذا، وضع معناها تختلف مع رئيس مجلس النواب تبعث واحد يسمعوا، والنجم يكون ما بعثلوش هو فكريا أيه. معناها ماذا بينا ما نمشوش في الثنية هذه، خاطر هذه توتر برشا الأجواء. بالنسبة للملف الليبي، الملف الليبي راهو ملف شائك جدا، ماهوش مبني على مستقبل الحالي برك، راهو مبني على الأجيال قادمة. الموقف التونسي في سقيط سيدي يوسف مع الجزائر هو الموقف اللي قاعدين نستثمروا منه احنا توا علاقات طيبه مع الجزائريين. يا اخي تصورنا نحن اخونا الجزائريين يا سيدي في المعركه نتاعهم نتاع الاستعمار الفرنسي. رانا زوز اجيال لتو مسكرين على بعض الحدود ورانا نتقاتلوا. وقت اللي وقفنا ودمنا ودمهم تخلط في الساقية ووقفنا معاهم، لليوم الجزائريين مهما كان موقف التونسي وساعات تصير مناوشات في المواقف ما بينه ولا حتى بين المواطنين، ديما يعتبروا التوانسه خاوه وفوا معاه. اليوم كان تاخذ موقف غلط اعتبر انه اجيال كامله من التوانسه ستلاقي صعوبات في دوله على الحدود نتاعهم موجوده في الجنوب. باهي. المساله الثانيه، احنا عندنا مساله تهم حدودنا، شكون مصلحته بربي تو في تونس باش يولي فما حرب في ليبيا؟ الجيش التونسي عنده قدرة؟ الجيش اللي خرجناه في 2011 نهار كامل وهو تعب في القوايل وفي الشموسات يحمي في المقرات ويعمل في الاحتجاجات يفعل محتاجة بعض، عنده القدرة مش يهبط يحمي الحدود إذا كانت حالة حرب وناس تقنبل في ليبيا؟ في مصلحتنا نحن التوانسة تو أنه نعمل كل مجهودنا على أنه نضمن أنه ليبيا تمشي في مسار سلمية. وشكون مصلحته أنه ليبيا تتقسم في اثنين، دولة موالية لمصر في الغرب ودولة موالية لتونس يا سيدي في الشرق، وموالية لتونس؟ لكن موقف الرئيس واضح عمل له ردود فعل في الطرف اللي هو قريب لنا اللي هو على حدودنا في طرابلس وما يسمى بالمجلس الرئاسي وخاصة التيار المحسوب على الإسلام السياسي، يبدو أنه فما غضب من هذه التصريحات. جديد في موقف الرئيس التونسي، احنا بيدنا في الكتلة الوطنية عبنا عليه، حاشتنا بليبيا موحدة ما تتقسمش، حاجتنا بحل سلمي وما حاجتناش بحتى تدخل عسكري. لا تجيب لي طائرات لا نتاع اتراك لا نتاع امريكان لا نتاع بريطانيين لا نتاع انجليز، تجيب لي حتى شيء. البلاصه هذيك احنا نتضروا فيها مباشره، نتضروا نحن والجزائر. لكن اعتقد انه موقف رئيس الجمهوريه في الحاله هذه تغير. لانه كان يحكي على شرعيه دوليه يوم امس اضافها كلمه مؤقته. يعني راي الشرعيه نتاع حكومه السراج ماهيش دائمه، وكانه لوح بانها انتهت شرعيتها معناها. هناك تغير. في الدول الديمقراطيه اللي تحترم نفسها، هالموقف الجديد لرئيس الجمهوريه ما يبعثولوش واحد باش يمشي يعني يجي رئيس الجمهوريه ونستدعوه انه يخرج ويتكلم. بك ضرب الطبال احنا كي قال هو كلمه يلزم البارح في الليل نشدوه ونقولوا له واش عملت. مو فما اليات في الدول اللي لازمنا نبنيوها بشوي بشوي، يجي السيد ونساله شنو هو الموقف نتاعك؟ هل تعتبر المجلس الوفاق شرعي ولا مش شرعي؟ اش معناه شرعي مؤقته لمجلس الوفاق؟ يلزم تنتهي والا انتهت والا يلزم التجديد لها؟ هو قال التجديد لها نشوفه من الانتخابات، لكن الانتخابات مش بتصير غدوه. اذا كان نعتبر انه رئيس الجمهوريه تجاوز صلاحياته وارتكب خطا جسيم فما امكانيه تسحب الثقه منه في البرلمان. نولوا بلاد محترمه، ناس محترمه تتعامل مع بعضها باحترام. هو عبر عن موقفي، احنا عندنا حق المساءله ليه، وبعد المساءله ليه تتخذ كل الاطراف السياسيه المواقف نتاعها. اما قول لي كلمه منا ناججها لك، منا نبعث لك واحد، منا نغسرك في البرلمان، منا تغسرني في الحكومه، منا كثير من نجم نعملوه في القاعه. في تقديركم حاتم المليكي في الكتله الوطنيه، هل كان الرئيس قيس سعيد موفق في موقفه من التطورات في ليبيا؟ اللي نعتبر انه عدل البوصله فيما يخص الموقف الرسمي التونسي، خاطر كان غامض الموقف الرسمي ما بين ما صرح به رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهوريه، وهذا مهم. انه اعطاه موقف نحن نعتبره في الكتله الوطنيه في جزء الكبير منه موقف سليم، لا للتدخل عسكري، حفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، ولا إمكانية لحل عسكري للقضية في ليبيا. موقفه من المجلس الوفاق اللي هو غلط، أنا نعتبر شخصيا هذا رأي شخصي، نعتبر أنه ما زال ما فيش التوضيح الكافي، خاطر كي تقول لي راه مجلس مؤقت، كنا في بينا بين مؤقت. ما نختلفوا فيه أنه مؤقت مش مؤقت، ولكن نختلفوا فيه إيش معناها معنى مؤقت. مؤقت أنه لا يحق له أن يبرم اتفاقيات سياسية ولا لا، مؤقت أنه يستوجب التغيير حاليا، مؤقت لأنه يلزمه ينتهي وإلا ينجم يواصل. هذا رئيس الجمهورية ما وضحهاش.